السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ فيديو جديد من خلاله ان شاء الله هنغطي موضوع جديد. طيب الجايد نوت، ايه هي وظيفه الجايد نوت؟ ليه اصلا بحط جايد نوت؟ دلوقتي لو فرضت انت عندك الباور سكرو بتاعك اللي هو عليه الالوز الخارجي متعشق مع الالوز داخلي في جزء تاني، لو فرضنا ان الخانتين او الخامه بتاعت الجزئين دول ستيل، وبالتالي وانت عارف ان في جزء ثابت وفي جزء اللي هو الباور سكرو بيلف جوه الجزء الثابت ده، وبالتالي نتيجه ان في حركه نسبيه وفي فوش ما بين الاسنان وبعضها هيحصل تاكل في الاسنان، خلاص؟ طبعا لو احنا بنتكلم ان في تاكل حصل في واحد من الجزئين، خلاص؟ طبعا الجزء نفسه مكلف لان انت بتعمل عليه عمليات كتير علشان تطلعه بالشكل ده. فعلشان تتجنب حته ان هو يتاكل وتضطر بعد فتره تغيره، بتركب جزء كده انترميديت ما بين الايه الباور سكرو والجزء الايه الثابت. وبالتالي اصبح هنا الجزء اللي بركبه هو ده ايه؟ اللي اسمه الجايد نوت. نتيجه كده طبعا الجزء ده هيكون هو اللي عليه الاسنان ايه؟ الداخليه. بمعنى او على سبيل المثال، لو انت عندك هنا ادي الباور سكرو بتاعك وعليه الاسنان اهي، وسي مثلا انت حطيت ايه؟ الجزء ده بشكل مباشر بالمنظر ده، خلاص؟ طبعا الرسمه اللي بالمنظر ده تعني ان في باور سكرو عليه اسنان خارجيه ومتعشقه في جزء تاني عليه اسنان داخليه. فدلوقتي طبعا مع الاوبريشن انت المفترض ان ده بي ايه؟ بيلف، خلاص؟ وفي فورس بتاثر بشكل او باخر على الباور سكرو او غيره، المهم فبينتج هنا ان بيحصل ان في نورمال فورس بتاثر على الاسنان وبعضها او ما بين الاسنان وبعضها، وفي حركه نسبيه ما بين جسم متحرك وجسم ثابت، فهيحصل هنا تاكل في الاسنان. لو فرضنا هنا ايهما بقى اضعف نسبيا من ناحيه الهاردنس بتاعت السطح، هو اللي هيبدا يتاكل، ان كان هو الباور سكرو او ان كان ايه الجزء الثابت. فمن هنا هنستعين بجزء يركب جوه الجزء الثابت، خلاص؟ والمفترض ان هو ده ايه؟ هتكون الجايد نوت. طبعا اصبح دلوقتي الجايد نوت دي هي اللي ايه؟ فيها الاروز الداخلي، واصبح السطح الخارجي بتاعها يعتبر اسطوانه راكبه جوه الجزء الايه؟ الثابت. يبقى الاسنان ما بقتش في الجزء الثابت زي ما كانت في الاول، ولكن اصبحت الاسنان الداخليه اللي هي متعشقه مع الباور سكرو بشكل مباشر من الجايد نوت. طيب علشان اتجنب بقى دلوقتي ان التاكل يحصل في الباور سكرو، بجيب الجايد نوت من ماده فيها هاردنس اقل من الخامه بتاعت مين؟ الباور سكرو. طبعا اراعي بقى القصص اللي احنا كنا عارفينها من زمان، ان انا اعمل كتف علشان امنع الحركه، خلاص؟ والكتف ده من خلاله ابدا اعمل ايه؟ ربط بمسمار مثلا عشان امنع ايه؟ الدوران والى اخره، ماشي؟ طيب يبقى كده عرفنا ايه هي الجايد نوت وايه وظيفتها. يبقى مبدئيا هي وظيفتها ان هي يوم ما يحصل تاكل في اي جزء من الاجزاء، لا ما يحصلش، هيحصل في الجايد نوت. وعلشان كده بجيبها من خامه الهاردنس بتاعتها بتكون اقل، بسبب او علشان هي اللي تاخد ايه؟ الاحتكاك، وهي اللي يحصل لها تاكل. حصل لها تاكل، خلاص الموضوع بسيط، هي عباره عن جلبه، ماشي؟ بجيبها بغيرها واركب الجديده والموضوع ايه؟ انتهى. يعني هي بتبقى اقل تكلفه من الاجزاء الاساسيه نفسها، ماشي كده؟ طيب فعاده يعني بجيبها من ماتيريال with less hardness مقارنه بالاجزاء ايه؟ الاصليه اللي هي بالنسبه للجزء ده والجزء ايه؟ اللي بتاع الباور سكرو، ماشي كده؟ يبقى دي وظيفه او فكره الجايد نوت، تمام؟ طيب هنا انت المفترض ان انت عارف خلاص ان في اكسيال فورس بتاثر على الباور سكرو بالمنظر ده، ماشي؟ وزي ما اتفقنا ان اللي بيبقى مانع حركه الباور سكرو فوق هتكون الاسنان بتاعت مين؟ الاسنان الداخليه اللي هي اصبحت هنا الاسنان بتاعت مين؟ بتاعت الجايد نوت. طيب يبقى تعالى كده نزوم ان على منطقه اسنان، ماشي؟ بالمنظر ده لو انت عندك ادي الباور سكرو بتاعك، ده المحور بتاعه، حلو؟ وفي هنا منطقه اللي هيكون فيها مين؟ الجايد نوت اهو. يبقى كده ده بيمثل لي الجايد نوت، وده
يمثل لي مين؟ الباور سكرو. ماشي؟ طيب في فورس متأثر على الباور سكرو عاوزة تاخده وتطلع بيه لفوق، اللي منع مين؟ الأسنان. ماشي؟ طيب هنا مين أسنانه أضعف أو مين هيتكسر الأول نتيجة وجود حمل؟ طبعا الأضعف فيهم اللي هي تكون عادة الماتيريال بتاعتها أضعف. طيب أنت المفترض إن أنت بتصنع عادة الجايد نوت من مادة زي ما اتفقنا أضعف نسبيا من الباور سكرو، وبالتالي لما تيجي تحسب تقول إن السنة بتاعت حاجة منهم هتتكسر هتحسب مين؟ الأضعف. ليه؟ عشان لو الأضعف اتأمنت يبقى الأقوى إيه؟ هتستحمل. الباور سكرو عادة بيتصنع من الستيل خلاص؟ والجايد نوت عادة مثلا ممكن نقول إنها بتتصنع من مادة زي البرونز مثلا. طيب البرونز خلاص هتكون ال 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 السترينث بتاعتها اقل من الستيل، وبالتالي لو انا امنت السنه بتاعت البرونز يبقى اكيد مامن السنه بتاعت ايه؟ الستيل. وعلشان كده لما نيجي نحسب الاجهادات اللي بتحصل على السنه بنستخدم او بنطبق الاجهادات دي او الاحمال على الايه؟ الجايد لاين. ماشي؟ يبقى دي فكره الشغل بعد كده. يبقى ليه اساسا خصصت حته حسابات ليه جايد لاين؟ للسبب ده، ان عاده ان الجايد لاين بتكون الخامه بتاعتها اضعف من خامه الباور سكرو، والحمل بيتنقل للايه؟ السنتين، من السنه من هنا والسنه من هنا بتحس بيه، ولكن الاضعف فيهم لو استحملت يبقى انا مأمن الايه؟ الاقوى. ماشي؟ يبقى دي الفكره. طيب هنا لو انت دلوقتي معرض او مؤثر بفورس اسمها اف اكس نتيجه ايه؟ عمل الميكانيزم ككل. ايه اللي هيبقى عاوز يحصل؟ زي ما اتفقنا الباور سكرو هيبقى عاوز يطلع لفوق، مين اللي منع؟ الجايد نوت. يبقى اكنك كده حصل ايه؟ اكنك مليت لي الفراغات دي. صح؟ ده نتيجه طبعا اتجاه الفورس اكسل بالمنظر ده. تمام؟ يعني اكنك لو انت مسكت بقى الجايد نوت ودرستها اهي. هتلاقي ان في هنا فورس بتاثر، صح كده؟ طيب الفورس اللي بتاثر دي اولا بتاثر فين؟ بتأثر طبعا هي بتأثر هنا على السطح كله، ماشي، على السطح السفلي بتاع الجايد نوت كله او بتاع سنه الجايد نوت كلها، ولكن او اكنها دلوقتي اصبحت ديستريبيوتد لود. لكن عشان نعرف نشتغل هنجيب ايكويفالنت لايه؟ للديستريبيوتد لود ده. هنحط القيمه كامله بتاعت الاف اكسل اللي هي اتنقلت على السنه، ولكن هتأثر فين كبوزيشن؟ هتأثر في نص السنه. ماشي؟ من هنا تبدا تلاحظ ايه اللي بيحصل للسنه. هيبقى يحصل، عايز يحصل فيها حاجتين، عايز يحصل فيها بيندنج بالمنظر ده تتني لفوق، ماشي، وفي نفس الوقت عاوزه ايه؟ تتقص. يبقى هما دول الاثنين ستريسز الاساسيين اللي بيحصلوا لمين؟ للسنه تحت تاثير نقل او حركه الاف اكسل من الباور سكرو للجايد نوت. خلاص؟ يبقى كده اكنك بتتعامل مع السنه اكنها كانتيليفر مأثر على الكانتيليفر ده، يعني بس ما فوق شويه، مأثر على طول الكانتيليفر قيمه الفورس اللي اسمها الفا اكسل اللي هي اتنقلت من الباور سكرو للجايد نوت وفي نص المسافه، واكن الروت بتاع السنه او ظهر السنه او نهايه السنه هي ايه؟ الفيكسيشن بتاع الكانتيليفر ده. طيب يبقى مبدئيا لو انا عندي فورس كده، انا هنا بتكلم بندنج يا جماعه الاول، لو انت عندك فورس بتاكت هنا، اولا طول السن قد ايه؟ اللي هو طول الكانتيليفر. هنا انت عارف ان ده يعتبر من السنتر لاين بتاع الجايد نوت، ده يعتبر نص القطر الداخلي بتاع الباور سكرو، ماشي، وده او الروت بتاع السنه هيعتبر الاوتر دايامتر او نص القطر الخارجي، صح؟ يعني كده ده كده دي اوتر على اثنين، ودي تبقى دي كور على اثنين، دي اوتر ودي كور بالنسبه لمين؟ للباور سكرو. حلو، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الحته دي، صح؟ طب الحته دي تمثل ايه؟ احنا قلناها قبل كده، الحته دي هتمثل ايه؟ بي على اثنين، صح؟ يبقى طول الكانتيليفر ككل بي على اثنين، والاف اكسل هتاثر في نص طول السنه، وبالتالي هتاثر على بعد قد ايه؟ بي على 4. تمام. طيب لو جينا هنا فرضنا ان الكانتيليفر ده ليه قطاعات،
والفورس اللي بتأثر بتأثر في النص زي ما اتفقنا. مبدئيا بتأثر في أي بعد؟ بتأثر على بعد قد إيه؟ مين دايمتر. ماشي؟ بتأثر على مين دايمتر. حلو. يبقى لو فرضنا دلوقتي الكانتريفر بتاعك عليه شوية قطاعات، خلاص؟ أقصى أو أكتر قطاع حاسس بتأثير الفورس هيكون أبعد قطاع عن إيه؟ الفورس اللي هو هيكون هنا فين؟ يعتبر قطاع إيه؟ الفيكسيشن. اللي هو القطاع اللي واقع على أي بعد؟ اللي واقع على الدي اوتر. صح ولا غلط؟ تمام. ماشي. يبقى لو حبيت احسب هنا قيمه المومنت عند القطاع بتاع الدي اوتر اللي هو قطاع الفيكسيشن، قيمه المومنت هتساوي قيمه الفورس اللي هي قيمه اف اكسيال مضروبه في البعد عن القطاع اللي هو هيبقى بي على 4. يبقى دي كده قيمه المومنت اللي بتاثر على السنه. ماشي؟ ودي ذا موست كريتيكال مومنت او دي اكبر قيمه مومنت. طبعا في قطاعات ثانيه حاسه بتاثير الاف، ولكن كلما قربت لقيمه الاف تاثير المومنت هيقل نتيجه ان انت بتقلل دراع العزم. معايا؟ طيب طبعا تاثير المومنت هيختفي عند الدي مين، ولكن هو ماكسيمم عند الدي اوتر. طيب بعد الفورس قد ايه عند الدي اوتر عن قطاع الفيكسيشن؟ بي على 4 زي ما ايه؟ ما استنتجناها. تمام. خد لي بقى قيمه المومنت ده والمفترض هتحسب بيه سيجما. طيب انت عارف ان السيجما بشكل عام بتساوي ايه؟ ناقص زائد فورس على الاريا ناقص زائد ام اكس على اي اكس في واي ناقص زائد ام واي على اي واي في اكس. طبعا مفيش نورمال فورس بتاثر على القطاع، يبقى ده بزيرو. وهنا بقى السنه بتاعتك المفترض ايه او الالوز بشكل عام هو المفترض ايه؟ يعتبر هيليكس، حاجه بالمنظر ده. والطول كله هو ارتفاع مين؟ الجاي نوت. تعالى نديها رمز اتش. ماشي؟ والمسافة ما بين كل لفة ألاوز والتانية بي. خلاص؟ طيب في كام لفة ألاوز أو تعالى نقول في كام سنة؟ إن أسنان. طيب تقدر تستنتج لي عدد الأسنان إن ترمز أوف اتش وبي؟ قال لك أه. لو أنت عندك مثلا كل لفة تمثل لك سنة، يبقى كل لفة في قيمة البي هتديك ارتفاع جايد نوت ككل. يبقى قيمة الاتش اللي هو ارتفاع جايد نوت هتساوي عدد اسنان الجايد نوت مضروبه في قيمه البي او البيتش الخطوه. تمام؟ طيب لو سيادتك بقى القلاوز ده خدته فردته بحيث ان انت تشوف السنه بالمنظر ده. فردتها. خلاص؟ وانت المفترض الفورس بتاثر فين؟ في نص السطح اللي تحت. مجازا كده وهتكون دي اف اكسل على بعد قد ايه من المركز؟ زي ما اتفقنا على بعد دي مين على الاثنين. ماشي؟ او على دايره دي مين. ماشي كده؟ طيب يبقى لو جيت بصيت على السنه دي من قدام يبقى كانك بتتكلم بحاجه بالمنظر ده. طيب الفورس اللي بتاكت من النص هتتسبب في وجود ايه؟ مومنت. الفورس اللي بتاكت من تحت في النص هتتسبب في وجود مومنت، والمومنت احنا حسبناه اف اكسل في بي على 4. طب المومنت ده حوالين محور ايه؟ محور افقي. يبقى كانك بتقول ان هي حوالين محور الاكس، يبقى مفيش مومنت حوالين محور الراي. يبقى الترم ده هيختفي. يبقى فقط السيجما نتيجه وجود المومنت ده هتكون فقط بتساوي ايه؟ ام اكس على اي اكس في واي. طيب عوض ده يا معلم. الام اكس بكام؟ اف اكسيال في بي على 4. طيب الاي اكس انت عندك زي ما اتفقنا حلزون او هيليكس، خلاص، او سبايرال بروفايل كده، فردته بحيث ان انت هتشوفه ايه؟ مستقيم. هتبص عليه من قدام بالمنظر ده. عرض السنه او عرض القطاع وارتفاع القطاع. طب ارتفاع القطاع واضح، ارتفاع القطاع تقدر تتخيله من ايه؟ من هنا مثلا. ده ارتفاع القطاع، صح ولا غلط؟ ده يعتبر قد ايه؟ انت عارف ان المسافه دي بي على 2، وبما ان السنه سكوير يبقى دي قد دي، يبقى دي بي على 2. يبقى هنا الارتفاع بتاع سيادتك بي على 2. ماشي؟ طيب طب الطول او العرض بتاع القطاع اللي هو يعتبر طول السنه لما فردتها. ماشي؟ طب انت هتفردها منين؟ هتفردها من عند القطاع. طب فين القطاع اللي احنا قلنا هنشتغل عليه؟ ابعد قطاع ناحيه الروت او ناحيه الفيكسيشن بتاع الكانتيليفر اللي هو يعتبر ايه؟ رقع السنه دي اوتر يعني.
فافرد السنه اللي هي حلزونيه، افردها من عند دايره الدي اوتر، هتبقى بكام؟ هتبقى عباره عن محيط دايره الايه؟ الدي اوتر في عدد الاسنان. يبقى باي دي اوتر ده يمثل لك محيط السنه الواحده او اللثه الواحده مضروبه في عدد اللثات اللي هي عدد الاسنان. ماشي؟ وزي ما قلنا لو انت عاوز تجيب دلوقتي ان هتقدر تحسبها ازاي؟ اتش على بي اللي هي طول الجايد نوت على الخطوه بتاعت الاسنان. ماشي؟ طيب يبقى انت هنا عارف خلاص القطاع اهو، عارف ابعاده، وتقدر تستنتج له الاي اكس، هتبقى بتساوي موازي للاكس، بما انك بتتكلم في اي اكس، موازي للاكس فعمودي على الاكس تكعيب على 12. يبقى موازي للاكس باي دي نود في ان مضروبه في بي على 2 تكعيب على 12. طب الواي اكتر نقطه في القطاع هي ابعد نقطه عن محور الاكس. لو انا بتكلم ارتفاع القطاع ككل بي على 2، يبقى ابعد نقطه عن محور الاكس هتبقى كام؟ اللي هي على الخط اللي فوق خالص او الخط اللي تحت خالص اللي هي على بعد قد ايه؟ يعني بي على 4. مش هرتب القانون ده اكتر من كده، ولكن حط في اعتبارك الام اكس حسبتها ازاي؟ الاي اكس حسبتها ازاي؟ لما فردنا السنه شفنا الطول الكلي او العرض الكلي بتاع السنه هيكون ايه؟ عرض القطاع، وارتفاع السنه بي على 2، تمام. واكتر نقطه متعرضه لاجهاد تحت تاثير الام هتكون اللي هي بتبعد قد ايه؟ بي على 4 من محور الاكس. ماشي؟ يبقى تقدر هنا تستنتج قيمه السيجما بالمنظر ده. خلاص؟ يعني هو قانون مش هيبقى محفوظ، ولكن انت تقدر تستنتجه بيزد على تخيلك للقصه. ماشي؟ جميل. تمام. يبقى انت هنا علشان تحسب، بس عشان يبقى عملنا كونكلوجن للكلام. رقم واحد محتاج قيمه الاف اكس. رقم واحد محتاج البي الخطوه. طبعا الخطوه بتبقى معروفه لو انت عارف مقاس ايه؟ الباور سكرو نفسه. لو انا جيت مثلا في المساله قلت لك باور سكرو 6 في 30 في 6 ب 30 اوتر دايمتر، سكوير فلات 30 في 6 يعني 30 اوتر دايمتر و6 بيتش، فانت عارف البيتش. ولو المساله بتاعتك فيها اف اكسل تعوض بيها، لو مطلوب منك الاف اكسل يبقى جيبها وبعدين تبدا تشتغل على السنه تطلع الايه؟ السيجما بيز على الاف اكسل اللي معاك. طيب عدد الاسنان طبعا دي اوتر بكام؟ جيبن على حسب برضه الايه؟ السبيسيفيكيشن بتاع الباور سكرو نفسه. لو بتكلم 30 في 6 يبقى دي اوتر ب 30. الان عدد الاسنان هتحسب الان من هنا من القانون ده، الرول ده لازم يبقى ايه؟ محفوظ. ان بتساوي ايه؟ ارتفاع الجاي نوت على البيتش. ماشي؟ هشرح لك القانون ده باسلوب برضو تاني. لو انا فرضت دلوقتي انت عندك جاي نوت اهي، وادي الايه؟ الاسنان مجازا كده. تعالى ناخد الرقص عشان ايه؟ ما اقعدش ايه؟ احسن. طيب. طيب دلوقتي انت عارف ان انت علشان تعريف البيتش ايه؟ ان انت مثلا لو وقفت عند نقطه معينه رحت لنفس النقطه على السنه اللي بعدها. المسافه دي تمثل بي. ماشي؟ عدد الاسنان اللي في الجاي نوت هي عدد اللفات بتاعت الغلاوز. تمام؟ فانت ادي كده لفه، لان انت لما بت واقف عند نقطه عاوز تروح لنفس النقطه على السنه اللي بعدها هتبدا ايه؟ تلف على الغلاوز، هتلاقي نفسك طلعت عملت مسافة قد ايه؟ بي. يبقى لفيت لفة. ماشي؟ يبقى كده اتحركت سنة. يبقى كده سنة. طيب عدد الأسنان الكلية. أدي واحدة. أدي اتنين. أدي تلاتة. خلاص؟ وفي حتة زيادة. أوكي. يبقى تلاتة بي. من هنا لحد هنا. وبعدين الحتة الإيه؟ الزيادة. لو أنت جيت مسكت دلوقتي البي ضربتها في عدد الأسنان اللي موجودة هتستنتج لي مين؟ الاتش. يعني يا رب تكون ايه؟ اوضح شويه. ماشي؟ طيب تمام كده؟ ماشي. دي السيجما. في اي مشكله؟ ان شاء الله ما يكونش. طيب تاني ستريس زي ما اتفقنا موجود نتيجه وجود حمل اصلا الاف اكس في المكان ده، خلاص؟ هيكون ايه؟ الشير ستريس اللي بيظهر على السن. ماشي؟ زي ما اتفقنا من الاول انت الاف اكس اللي بتاثر على الباور سكرو واللي منع الباور سكرو من الحركه هي اسنان الجايد نوت. التاثير بيبقى على سطح كامل للسنه من تحت، ولكن احنا بناخد الايكوفلنت للديستريبيوشن اللي موجود. ماشي؟ وبنعتبر ان الفورس اتنقلت للسنه في نصها. ماشي؟ على البعد بتاع الدي مين او على دايره الايه؟ الدي مين. ماشي؟ طيب تاني تاثير زي ما اتفقنا هيكون ايه؟
الشيرسنس اللي بيحصل. ماشي. طيب خلاص احنا متفقين ان الايه؟ ان القطاع بتاع سيادتك عباره عن لما افرد السمنه لابعاد معينه، العرض بتاع القطاع باي دي اوتر في ان وبي على 2. نفس القطاع ده هستخدمه دلوقتي واشوف ايه تاثيره ك شير ستريس. ماشي؟ طيب دلوقتي انت عندك الكانتيليفر بالمنظر ده اللي هي تمثل لك السنه، والفورس اللي بتاكت في النص على بعد او على دايره الدي مين زي ما اتفقنا. ماشي. عندك انت كل القطاعات طبعا على شمال الفورس، القطاعات دي ايه؟ مش حاسه باي شير نتيجه ان مفيش اي رياكشنز من ناحيه الشمال. انت لو رسمت هنا الشير ستريس ديستريبيوشن او سوري الشير فورس دايجرام هتبدا تطلع من هنا بالفاليو بتاعت الاف اكسل وتبدا تنزل من عند الفيكسيشن، لان الفيكسيشن هي اللي عامله الرياكشن لتحت. فكل القطاعات من هنا لحد هنا حاسه بايه؟ حاسه بشير. يعني الشير فورس دايجرام هتبقى بالمنظر ده. الفورس بتاكت من هنا. وبعدين جيت انت قطعت من عند الفيكسيشن او فكيت من عند الفيكسيشن وحبيت تحسب رياكشنز. الرياكشن هيبقى عامل ازاي؟ سيجما الفورس اتجاه الواي، فهتلاقي في رياكشن بنفس القيمه بتاعت الاف اكسل بس لتحت. حبيت بقى ترسم دلوقتي الشير فورس دايجرام، هتطلع بالاسلوب اللي انت عارفه، هتحرك من ناحيه الشمال وتطلع مع الطلبه وتنزل مع النازل، فهتلاقي ان الشير فورس دايجرام بالمنظر ده. صح؟ حلو. وبالتالي هنستنتج ان فوق كل القطاعات اللي على شمال الفورس ناحيه الفري اند بتاعت السنه مش حاسه باي فورس او شيل فورس، ولكن كل القطاعات اللي هنا ما بين تاثير او نقطه تاثير الاف اكسل ونقطه الفيكسيشن هتبقى حاسه بايه؟ بالفاليو بتاعت الشيل فورس. طيب طبعا خلي بالك ان انت من هنا على دايره الدي مين لو حسبنا محيط، لو حسبنا محيط الدايره هتساوي كام؟ باي دي مين. وكلما بعدنا ناحيه الدي اوتر هتلاقي ان المحيط ده الطول بتاعه بيزيد، صح ولا غلط؟ لان انت هنا في المكان ده المحيط هيبقى باي دي مين، بينما في المكان ده المحيط هيبقى ايه؟ باي دي اوتر. مظبوط؟ طيب انا عاوز اقول ايه؟ ان انت دلوقتي لو افترضت ان في عندك مساحه السنه، ايهما اكبر؟ دي مين ولا دي اوتر؟ هتقول لي دي اوتر. حلو، يعني دي مين اصغر. جميل. قيمه التاو اللي بتظهر نتيجه وجود شير فورس، انت ده طبعا في مسافه ما بين الاكشن والرياكشن، وبالتالي الفورس او التاو اللي بتظهر ترانسفيرس شير ستريس اللي هي كانت في كيو على اي تي، صح؟ يعني في تاو تساوي في كيو على اي تي، ده القانون اللي هنستخدمه. طيب بالنسبه لما يكون عندك القطاع بتاعك مستطيل، فاكر كان في قانون كده مختصر كان بيساوي ايه؟ 3 على 2 في على اي، حيث ان الفي هي قيمه الشير فورس والاي اللي هي الاريا بتاعت ايه؟ القطاع. طيب انا بالنسبه لي اني اكتر قطاع متعرض لستريس؟ الاصغر. طب مين الاصغر؟ الباي دي مين ولا الباي دي اوتر؟ او القطاع اللي عند الباي دي مين ولا القطاع اللي عند الباي دي اوتر؟ يعني من الاخر كده لما العرض ده يكون باي دي اوتر في ان ولا باي دي مين في ان؟ طبعا الاريا هنا بما انها في المقام فكلما قلت الاريا تديني ايه؟ ستريس اعلى، وهي دي كنت الستريس اللي انا عاوز احسبه عشان امنها. ماشي؟ يبقى من هنا هنشتغل على مين؟ على القطاع اللي عندي دي مين ده في حاله الايه؟ الشير ستريس. حلو كده؟ طب يبقى من هنا خلاص ادي 3، قيمه الفورس اللي بتعمل شير هي الاف اكسيال على 2. طب الاريا هتبقى باي دي مين اللي هو عرض القطاع في الارتفاع اللي هو بي على 2، يبقى دي قيمه الايه؟ الاي. ماشي؟ ماشي. من هنا برضو خلاص انت عارف الاف اكسل بكام، عارف الدي مين بكام، طبعا دي اوتر زائدين على 2 بالنسبه للباور سكور هي بالنسبه للجايد نوت، وعارف البيتش بكام، من هنا تقدر تحسب ايه؟ التاو. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى هقول معلش النقطه دي تاني، انا ليه اشتغلت على القطاع بتاع المين مش بتاع الاوتر؟ دلوقتي اني مساحه اصغر؟ ما انت دلوقتي انت عندك القانون بيقول لك 3 على 2 في على اي. انت عاوز تقول ان الاريا هنا اقل ما يمكن بسبب ان انت عاوز تحسب اعلى ستريس موجود عشان هو ده اللي انت هتاخده تامنه. تمام؟ ماشي.
فلو جينا هنا بصينا كمقارنه ما بين مساحه السنه عند دايره الدي مين ومساحه السنه عند دايره الدي اوتر، هتلاقي ان المساحه عند الدي مين اقل. ليه؟ لان انت دلوقتي بتضرب، لما تيجي تحسب المحيط هتحسب المحيط باي دي او باي الدايمتر، الدايمتر بتاع اليمين اقل فهيديك مساحه اقل، لانك انت عشان تحسب المساحه اصلا بتضرب المحيط في الارتفاع بتاع القطاع اللي هو بي على 2. خلاص؟ فالمساحه بتاعتك هتقل مع المحيط نفسه لما يقل. بينما لو كنت اشتغلت على الدي اوتر هتلاقي ان المساحه اكبر بسبب ان المحيط اكبر، عرض القطاع يعني اكبر. وطبعا هنا ما ننساش نضرب في ايه؟ ان عدد الاسنان. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للقصه بتاعه الايه؟ الشيل ستريس. تاني تاثير موجود على السنه نتيجه تعرضها لاف اكسيال بالمنظر ده حاجه اسمها، هو مش ستريس على الخامه، هو ستريس على السطح، حاجه بنسميها بيرنج بريشر. ماشي؟ حاجه بنسميها ايه؟ بيرنج بريشر. طيب يبقى ايه هو البيرنج بريشر؟ ده كان التأثير موجود نتيجة وجود اف اكسل ما بين السنة والسنة. قال لك البيرنج بريشر ده بيظهر نتيجة تعرض السطح ده في أي حاجة، تعرض السطح لكمبريسيف فورس، فالسطح نفسه ممكن يحصل له زي إيه؟ تآكل نتيجة إن هو إيه؟ مضغوط، ولكن الخامة من جوه مستحملة دي ستريسز. وفي برضه حاجة مناظرة للبيرنج بريشر بتتسمى كراشنج ستريس. يعني أنت دلوقتي في حاجة اسمها كراشنج ستريس وبيرنج بريشر، دي تقدر تقول إنها حاجة زي الاستريس بس على الأسطح فقط. لما يكون في سطح ضغط على سطح فقط يبقى ساعتها اللي بيأثر على السطح ده حاجة اسمها كراشنج ستريس. ماشي؟ بينما لما يكون السطح ضغط على السطح وفي حركة نسبية ما بينهم، الاستريس اللي بيأثر على السطح ساعتها بنسميه إيه؟ بيرنج بريشر. طب إحنا الكيس بتاعتنا إيه؟ سطح دخل ضغط على سطح اللي هي سطح السنه بتاعت الباور سكرو وضغط على السطح بتاع السنه بتاع الجايد نوت. ماشي؟ وفي حركه ما بينهم، يعني الباور سكرو بيلف وليه والجايد نوت ثابته، وبالتالي الاستريس اللي بيحصل على السطح هنا بنسميه او هيكون بيرنج بريشر. ماشي؟ طيب بيرنج بريشر ببساطه هنديله رمز بي بي، وبيساوي قيمه الفورس اللي بتاثر على السطح على الاريا بتاعت السطح. تمام؟ طيب قيمه الفورس واضحه اللي هي مين؟ قيمه الاف اكسل اللي منقوله من الباور سكرو للجايد نوت. طب الاريا دلوقتي بقى احنا بنتكلم في ايه يا باشا؟ خلي بالك اهو، انت دلوقتي الاف اكسل بتاثر هنا وبتاثر هنا وبتاثر هنا، على لو انا فرضت ان الجايد نوت من هنا لهنا مثلا، خلاص؟ فهتشوف لي كل المساحه اللي بيأثر عليها ايه؟ الجايد نوت من تحت. طيب هو اسقاط المساحه دي هتكون فوق بالنسبه لك ايه؟ حاجه زي كده، لو فرضت كده مثلا هتلاقي ان في نص دايرة أو دايرة وفي دايرة تانية. الدايرة دي قطرها قد إيه؟ قطرها الدي أوتر، والدايرة دي قطرها قد إيه؟ قطرها الدي إينر أو الدي كور، صح؟ يبقى أنا دلوقتي لو أنا عاوز أحسب المساحة دي، المساحة دي هتبقى عبارة عن دايرة كبيرة تطرح منها الدايرة الصغيرة، يعني الإيه هنا بكام؟ هتساوي باي على الأربعة دي أوتر سكوير ناقص دي كور سكوير. حلو. ده دي دايرة دايرة واحدة من سنة واحدة، ولكن احنا عاوزين ايه؟ كل المساحة، وبالتالي انا عاوز عدد الاسنان، يبقى الاريا عشان تحسبها صح هتضرب في كام؟ في عدد الاسنان اللي هو الان. ماشي؟ بالمنظر ده. تمام، يبقى هتاخد الاريا اللي سيادتك حسبتها هنا وتعوضني بالقانون او في القانون ده، يبقى انت كده عرفت البيرنج بريشر اللي حاسس بيه سطح اسنان الجاي نوت. اتفقنا؟ طيب المفترض دلوقتي ان انت بتاخد البيرنج بريشر وبتاخد البيرنج ستريس اللي ظهر وبتاخد التاو، تامن على حسب الخامه اللي موجوده او بناء عليهم تختار ايه؟ خامه. طيب اللي بيبقى موست كريتيكال بيكون مين؟ البيرنج بريشر. فتعالى كده نلخص الخطوات وهنشوف طبعا الخطوات دي هنطبقها ازاي في الايه؟ المسائل اللي هي مسائل رقم 2 ومسائل رقم 3 في الشيت. ماشي؟ طيب رقم واحد بتروح تحسب عدد الاسنان اللي هي هتساوي ايه؟ اتش على بي. يبقى سيادتك بتشوف ارتفاع الجايد نوت، هنشوف بنجيبه ازاي. خلاص؟ المفترض يعني انت في نسبه كده معينه هنقولها وفي
او انك ترفع الـ 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 البعد نفسه من على رسمتك ماشي. بس ايه هنشوف نسبه معينه. يبقى تشوف الارتفاع جايد نوت وتقسمه على الخطوه بتاعت القلاوظ، تكتبي هنا اسنان، تكتبي هنا ايه عدد الاسنان. طب نفترض كده مثلا يا جماعه طلعت عدد مش صحيح، يعني مثلا طلعت 6.4، هتختار واحد من اثنين، يا 6 يا 7. طبعا هتختار ايه؟ الاصغر. هتختار الاصغر، يبقى هناخدها 6 مش هناخدها 7 ماشي. هنا في القانون ده ليه اخترت الاصغر ماشي؟ هتعمل عندك الاوبشن تقول انا عدد الاسنان بتاعتي 6 او عدد الاسنان بتاعتي 7. بص كده على القانون ده ببساطه، وكلهم هيكونوا نفس التاثير على فكره، او نفس الايه الفكره يعني، او نفس المنطق. لو هنا حطيت 6 يبقى انت عملت ايه في الاريا؟ قللتها. وهنا الاريا فين؟ في المقام. يبقى لو انت قللت الاريا بقدر الامكان يبقى انت اكنك بتقول ان البيرنج بريشر زاد. فانت لو قللت البيرنج بريشر على 6 اسنان يبقى كده انت يعتبر مأمن 7 صح؟ ومأمن 6.4 تمام؟ حتى لو انت فعليا صنعت 6.4 يبقى انت حسبتك هتبقى مبنيه على ايه؟ على طول على الرقم الاصغر لما يطلع لك الان برقم مش صحيح. حلو كده؟ طيب اتفقنا على دي. اثنين، هتخش بقى ايه؟ حسبه البيرنج بريشر. هتحسب انت عارف الاف اكس بتاعتك في المساله المفروض، وبعدين هتبدا تشوف الاروز مقاسه قد ايه، فعرفت الدي اوتر والدي كور، واتفقنا الدي كور تقدر تحسبه ازاي بمعلومه الدي اوتر، وحسبت لي انت في مساله او في خطوه رقم 1 الان بكام، يبقى دي خطوات بتاعه الشغل على الجايد نوت. هتاخد الايه؟ الكلام ده كله تعوض بيه، حسبت لي الاريا، اف على الاريا جبت لي مين؟ البي بي البيرنج بريشر ماشي؟ هتبدا من هنا تقول خلاص انا عاوز البيرنج بريشر ده يكون اقل من او يساوي البيرنج بريشر الاول. كل خامه ليها الاوبر الاوبر بيرنج بريشر، يعني السطح بتاعها يستحمل لحد حد معين. تعال ناخد هم ثلاث خامات، اما كاست ايرون، اما ستيل، اما برونز. الكاست ايرون بيكون 12 ميجا باسكال، الستيل بيكون 15 ميجا باسكال، البرونز بيكون 17 ميجا باسكال. اعمل اكسكلوجن للستيل لانك اتفقنا انا على طول هجيب ايه؟ خامه اضعف من الستيل من ناحيه الهاردنس. كاست ايرون بيقوم بالدور ده والبرونز بيقوم بالدور ده، ليه؟ علشان هي اللي تتاكل، لان يعني كمان شويه هغير الجايد ماتش، هغير باور سكرو تمام؟ يبقى اكسكلود من حساباتك مين؟ الستيل. دي اول حاجه. طيب يبقى انت هنا هتسيب ده، المفترض ان انت لما تيجي تسلكت بقى دي طلعت لك رقم مثلا وليكن 10، يبقى الكاست ايرون فاليو اه، يبقى السلكتد ماتيريال هتكون كاست ايرون ماشي. طيب لو طلعت 13 هاخد ستيل؟ لا، احنا هنعمل اكسكلوجن لمين؟ للستيل. هاخد مين ساعتها؟ هاخد البرونز. يبقى سلكتد ماتيريال برونز. يبقى انا هنا عملت سلكشن للماتيريال في الخطوه دي. يبقى عملت سلكشن للماتيريال لايه؟ للجايد لاين. رقم 3، هتحسب البندنج ستريس، هتحسب السيجما، وزي ما اتفقنا السيجما هتساوي قيمه المومنت على قيمه المومنت اوف انرشيا حول محور الاكس مضروبه في الواي، وكل واحد من دول احنا شفنا بتتحسب ازاي في حسبته، وتطلعنا خلاص كذا ميجا باسكال، وتبدا تقول خلاص السيجما دي تمثلك، بما ان مفيش غيرها هتمثلك هي ايه؟ السيجما ماكسيمم. يبقى تبدا تقارنها بشكل مباشر بين سيجما اللي هي السيجما ييلد عن على ان ماشي كده؟ طيب بمعلوميه سيفتي فاكتور او بفرضك لسيفتي فاكتور هتبدا ايه؟ تقول خلاص انا عاوز سيجما ييلد تكون اكبر من او تساوي فاليو معينه من الحسبه. بناء عليه تخش الجدول بتاع الخامات وتبدا تعمل سيلكشن لجريد للماتيريال اللي انت كنت اخترتها في خطوه رقم 2. يبقى هنا عملت لي سيلكشن لجريد معين، يعني سي مثلا يبقى نقدر نقول ان في خطوه رقم 3 حسبت حسبتي وبدات وهعمل سيلكشن للجريد فور ذا ماتيريال سيلكتد اصلا في خطوه رقم 2. على سبيل المثال انت هنا عملت مثلا سيلكشن ايه؟ لكاست ايرون خلاص؟ لو جيت بصيت في الصفحه بتاعت الجداول بتاعت الخامات صفحه رقم 4 في الشيت بالمناسبه خلاص؟ هتلاقي كذا جريد لكاست ايرون ماشي؟ كل جريد منهم ليه سيجمين مختلفه، فانت دلوقتي بيزد على انك عملت سيلكشن من عمليه
حسبه او من حسبه البيرنج بريشر، عمال سلكشن كاست ايرون انت ما تعرفش لسه اني جريد فيهم، فهتحسب هنا السيجما اند ريكوايرد بيزد على البيرنج ستريس. خلاص هتعرف دلوقتي المينيمم سيجما اند ريكوايرد قد كده رقم. هتخش الجدول بتاع الخامات على الكاست ايرون جريدز المختلفه، هتختار ايه اول جريد يقابلك في الكاست ايرون، مالكش دعوه بالباقي. وبناء على كده يبقى انت عملت سلكشن ابجريد فور ذا سيم ماتيريال سلكتد ان ستاتو. خلاص رابع خطوه اخر خطوه في حسبه الجايد نوت، هتعمل تشيك يوزنج او هتعمل تشيك لايه؟ لحسبه الشير ستريس اللي هي الايه؟ اللي احنا شرحناها، اللي احنا اتفقنا انها تساوي ايه؟ 3 على 2 في على الايه؟ خلاص؟ زي ما اتفقنا خلي بالك ان السيجما بتاثر فين يا جماعه؟ بتاثر على قطاع الدي اوتر، لان ده اكبر تاثير لمين؟ للام. وفي المكان ده هل في تاو؟ بالمناسبه كده في تاو، بس ما تنساش ان تاثير السيجما تحت تاثير المومنت بيكون ماكسيموم عند الاطراف، وتاثير التاو عند الاطراف بزيرو. فاكر الستريس ديستريبيوشن؟ اي قطاع اهو مثلا لو انا فرضت ان ده قطاع السنه بتاعي، دي اللي هي باي دي اوتر في ان لما فردت، وهنا بي على 2، لو عملت ديستريبيوشن بتاعت تاثير مومنت فاكر؟ كان هيطلع بالمنظر ده لو انا عندي مومنت. خلاص؟ ده مضغوط وده مشدود، يبقى التاثير بتاع المومنت بيكون ماكسيمم عند اطراف ايه؟ القطاع فوق وتحت. بينما لو جيت رسمت ده النورمال ستريس ديستريبيوشن لو انت فاكر، لو جيت رسمت الشير ستريس ديستريبيوشن تحت تاثير ترانسفيرس شير لود هتلاقي ان التاثير عامل كده. يبقى النقطه اللي انت اخترتها اللي هي اي نقطه على الخط ده او على الـ على اللاين ده، هتلاقي ان تاثير المومنت هنا ماكسيمم بينما تاثير الفورس كتاو زيرو. ماشي؟ فمحدش يقول لي ان انا هحسب السيجما بالمنظر ده خلاص؟ وعلى نفس القطاع انا عارف ان في التاو، لكن التاو ماكسيمم فين يا باشا؟ بالقيمه بتاعت الثلاثه على 2 دي على ايه؟ السي جي صح؟ يبقى محدش يقول لي انا هحسب سيجما واحسب تاو واجمعهم على بعض، مفيش الكلام ده. ليه؟ لانك المكان اللي بيظهر عليه سيجما هو الاطراف في نفس المكان ده مفيش تاو. والمكان اللي بيظهر فيه القيمه بتاعت التاو اللي هي 3 على 2 دي على ايه؟ مفيش اصلا فيها تاثير لمين؟ للمومنت كسيجما. واضح؟ فانت كل اللي عليك تعمله وانت بتحسب السيجما هتحسبها بالمنظر ده وتقول ان هو على قطاع ايه؟ دي اوتر، وتراعي ده وانت بتحسب ايه؟ الاي اكس. مش كده؟ ومفيش تاو. وبناء عليه ايه؟ تنفذ اللي احنا طلبناه. ورقم 4 لما تيجي تعمل تشيك هتعمل تشيك فين؟ على القطاع بتاع المين دايمتر، وزي ما اتفقنا احنا عملنا سيلكشن للمين دايمتر بيزد على ان هو ايه؟ اقل اريا، واقل اريا يديك اعلى ستريس، فامن حاجه. يبقى التاو اخترتها على هذا الاساس او في القطاع ده حسبتها دي على ايه؟ وبرده دي واضحه، دي ما فيش اي مشكله ان انت عندك القطاع بتاعك او الكانتيليفر او السنه بتاعتك اهي، القطاع اللي هو بيأثر او اللي موجود عنده الدي مين هو اصلا تاثير الفورس كمومنت بكام؟ بزيرو، يبقى ما حدش يقول لي ان في ايه؟ سيجما، يبقى ما فيش غير تاو على القطاع ده فعليا يعني. هتحسبها وتعمل ايه؟ تشيك، تتاكد ان التاو دي اقل من او تساوي بالكثير ايه؟ التاو اللوبل اللي هي ما تنساش ان هي سيجما ييلد للخامه اللي انت اوريدي اخترتها وبمعامل ايه؟ او سوري معامل امان معين. خلاص كده وصلت الفكره؟ يبقى تلخيصا للكلام تاني، انت عندك اولا اختار ال وجود جايد نوت بسبب ان في حركه نسبيه ما بين الباور سكرو وجزء ثابت. الجزء الثابت ولا الباور سكرو انا عاوزهم يتاكلوا، فهجيب جزء انترميديت وسيط ما بينهم بحيث بماء بخامه الهاردنس بتاعتها اقل، بحيث ان لما يوم ما يحصل احتكاك وتاكل الخامه دي هي اللي ايه؟ اللي يحصل لها تاكل. الجزء اللي احنا ده اللي احنا حاطينه ده سميناه جايد نوت، ماشي؟ بحيث ان احنا بعد فتره نقدر نشيله او نرميه ونجيب ايه؟ غيره، لانه مش هيبقى مكلف بسبب ان هو ايه؟ العمليات اللي فيه او اللي تمت عليه قليله. تمام، ده واحد. طيب الفورس اللي جت للباور سكرو ان كانت اتجاهها من فوق او من ايه؟ من تحت. هتتنقل للاسنان، طيب اني اسنان هتتكسر الاول؟ الاضعف، طب مين الاضعف؟ الجايد نوت. ماشي، يبقى انت لو عملت حسبتك على الجايد نوت اكيد اسنان الباور سكرو هتستحمل. عشان كده اهتمينا ان احنا نحسب الاسنان بتاعت ايه؟ الجايد نوت. طيب ما هو التاثيرات بتاعت الفورس اللي اتنقلت للاسنان بتاعت الجايد نوت؟ ثلاثه، اول تاثير ان السنه دي عايزه ايه؟ هتتعامل معاها زي الاول اكنها كانت ليفر متثبته من الروت، واكنه السنه اصبحت الفري او 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 جزء متركب فيه الروت كفيكسيشن، واكنه اصبح ايه؟ كانت ليفر بالمنظر ده. الفورس اللي هتتنقل فين؟
هي بتأثر على السطح كله، ولكن هتنقلها فين؟ للنقطة اللي في النص كإيكويفلنت فورس، ماشي؟ طيب تأثير بقى الفورس على كانتليفر هيعمل إيه؟ ثلاث حاجات، أول حاجة بيعمل بندنج على السن عاوز يتنيها ويكسرها، وبالتالي هيظهر لي تأثير كسيجما. تاني حاجة كل القطاعات اللي ما بين الفورس وما بين القطاع بتاع الفيكسيشن هيحصل عليه شير. كل القطاعات دي هنحسب لها أو معرضة إنها تحصل لها قص. ذا موست كريتيكال سكشن نتيجة وجود تاو هيكون هو القطاع بتاع ايه زي ما اتفقنا الميو. طيب ده تاني تأثير. تالت تأثير البيرنج بريشر، وزي ما اتفقنا ده بيبقى ستريس بيحصل على سطح. في مناظر للبيرنج بريشر بيتسمى كراشنج ستريس. كراشنج ستريس ده لما يكون فيه سطح ضغط على سطح وانا خايف عليهم ولكن مفيش حركة نسبية، كراشنج ستريس. لو في ضغط سطح ضغط على سطح وانا خايف على الاسطح وفي حركة نسبية ده بيتسمى ايه؟ بيرنج بريشر. الاثنين من نفس الحسبة بالمناسبة، فورس على الاريا. فانت بتشوف الفورس اللي بتاكت هتكون طبعا ايه؟ قيمة الاكسير فورس. والاريا، الاريا بتاعت مين؟ التلامس. التلامس بيتم على دايره ناقص دايره بس ايه؟ كذا مره على ايه؟ كذا سنه. يبقى من هنا هتحسب الدايره الخارجيه تطرح منها الدايره الداخليه فعدد الاسنان بالمنظر ده وتعوض هنا. طريقه الحل رقم واحد بتحمل بتعمل ايه؟ بتحسب عدد الاسنان اتش على بي، ارتفاع الجوينت على الخط، طلعت رقم. لو الرقم ده ديسيمال بوينت او ديسيمال بتاخد الرقم الاصغر 6 علشان تأمن اكتر، لان الايه؟ لان على طول بتظهر في المقام، فظهورها في المقام بيقلل الاريا او بيقلل السايز فبيزود الاستريس فبيكون امن لك وانت بتحسب. ده واحد. تاني خطوه هتحسب البيرنج بريشر كرقم وبعدين تشوف ايه؟ البيرنج بريشر الالاوبل. اول رقم يقابلك بعد البيرنج بريشر اللي انت حسبته هتبدا تختاره، وزي ما اتفقنا انت ما قدامكش غير ثلاثه ايه؟ كمان تختار منهم، يا كاست ايرون يا ستيل يا برونز. هتكسكلود الستيل لان انا عاوز القصه بتاعت ايه؟ الهاردنس. انا عاوز حاجه اقل من الستيل اصلا، وبناء عليه ما اصبحش قدامي غير ان انا اختار يا اما كاست اير يا اما برونز. هتختار اول واحده تقابلك. طيب وبعدين يبقى انا كده عملت سيلكشن اوف ماتيريال. رقم ثلاثه هتحسب البيرنج ستريس سيجما ام على اي وات، وتحسب الرقم تقارن بالسيجما الاول اللي هي سيجما ييلد على ان، تفرض سيفتي فاكتور السيجما ييلد هتبدا تحسبها تقول خلاص انا محتاج قيمه سيجما ييلد اكبر من الرقم اللي انا حسبته. تخش الجدول التفصيلي لكل خامه تشوف الجريد الريكوايرد بيزد على ايه؟ السلكشن اللي انت عملته في خطوه رقم 2 الخامه دي. رقم 4 عارف الجريد، عارف الخامه وعارف الجريد، يبقى فقط هتعمل تشيك بايه؟ بحسبه الايه؟ التاو او الشير ستريس. ماشي كده يا جماعه؟ طيب في نقطه برضه انا نسيت اقولها، ان انت هنا لو حسبت البيرنج بريشر وطلعت لك مثلا 18 يبقى انت ما عندكش ولا ايه؟ خامه تنفع، صح؟ انت ما عندكش الاختيارين دول اللي هو يعتبر كاست ايرون برونز. طب تتصرف ازاي؟ هتزود عدد الاسنان، يعني تزود ايه؟ الهايت، ماشي؟ ببساطه يعني. بس هي مثلا انت الهايت عندك طالع من الرسمه طالع ب 20 وهحفظك نسبه زي ما بنقول لما اجي احل. طلع ب 20 قسمتها لي على البيتش بخمسه مثلا، ف 20 على 5 ب 4 فانت عدد الاسنان هنا عندك ب ان. استخدمت ال ان دي في حسبه البيرنج بريشر اهو طلع لك زي ما بقول لك كده وات ايفر ايه؟ ب 17 ب 18 فما لقيتش هنا ايه؟ اي خامه تنفع. هتعمل ايه؟ هتزود عدد الاسنان بانك تزود الايه؟ الهايت. فبدل ما كانت 20 خليها مثلا 30. خليناها 30 يبقى زي زودت ايه؟ يبقى 30 على 5 فيها 6 يبقى الان لما تزيد هتلاقي ان هنا ايه؟ البيرنج بريشر اللي هيحصل لها هتقل. فممكن تدخلك في المنطقه بتاعت مين؟ ال 17. طب انا هقعد اجرب ترايل ايرور؟ لا انا مش هعمل كده. يبقى ساعتها هتصرف ازاي؟ هساوي اكبر قيمه للالاوبل اللي هي هتكون بتاعت البرونز اللي هي 17 واحطها هنا واسيب هنا الان امنون فين؟ في المقام بتاع معادله البيرنج بريشر. نكتبها بخطوات؟ نكتبها بخطوات. بص كده يا باشا اهو. يبقى انت فاهم المشكله فين؟ اول حاجه ان انا لما جيت حسبت بيزد على الان اللي عندي حسبت البيرنج بريشر طلع اكبر من اكبر قيمه الاول، تمام؟ فساعتها هتصرف ازاي؟ المفترض ان انا ازود عدد الاسنان، فانا مش هقعد ازود بشكل عشوائي واقعد اعمل ترايل ايرور، لا انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي هحسب البيرنج بريشر بقانون قيمه الاف اكسيال معايا وقيمه الدي اوتر والدي كور معايا، بس اسيب هنا الان انون. اسيب هنا ايه؟
ال N unknown ماشي؟ من هنا هساوي قيمة ال bearing pressure بال 17 اللي هي أكبر قيمة bearing pressure allowed. يبقى ده معايا وفقط هنا مين اللي ناقص؟ ال N. يبقى هتطلع من هنا إيه؟ ال N. خلاص؟ يبقى أنت عرفت دلوقتي إن بقى أصبح عندك كونسترين محدد لازم تلتزم بيه، ارتفاع الجاد نوت يبقى كذا. تاخد ال N دي هنا تحسب ال H مع قيمتها N في B جبت إيه؟ الجايد نوت ارتفاعها لازم على الأقل يكون بالرقم ده. طبعا تزود الايه؟ ال N لأنك تزود ال H. واضح؟ طيب هي دي فكرة إيه؟ الجايد نوت. فبعد كده هنحل بقى المطاليب او هنحل على الجزئيه بتاعه الايه الجايد نوت في الشيء ان شاء الله ماشي.